طب احنا بقى معانا ساره على التليفون، هتقول ساره لنا مين؟ مراتي؟ تصدق؟ يا ساره يا اهلا وسهلا. ايه الاخبار يا ساره؟ عامله ايه؟ الحمد لله، ما الراجل عنده ايدين الحقيقة يا ساره، والسكر موجود والشاي موجود والمعلقه، لو محتاج يجيبه بنفسه عادي جدا. انا قبل اي حاجه بس عايزه اعرف الراجل ده بيعمل بس حكايه كده عشان الفيديوز، ولا ده حقيقي؟ يعني بره الكاميرا الكلام ده حقيقي ولا لا؟ انا جايه اقول لكم الحقيقه بقى. انا جايه اقول لكم بنفسي. يلا. الراجل ده بيعمل زي ما بيعمل في الفيديوهات بالظبط. ما شاء الله، لا بجد يعني دي حاجه هايله جدا. تمام، ده العشم برضه. ما شاء الله. حلو جدا ده. طيب هو اللي يعني انت اللي قلتي له او حبيتي ان هو اتكلمتوا مع بعض يعني في بدايه العلاقه ان انتوا عايزين تبقوا بتشاركوا بعض، ولا هو اللي بدا من نفسه يبدا يشارك شويه بشويه لحد ما وصلتوا للمرحله دي؟ ما شاء الله. بصي، احنا في الاول خالص قلنا ان مفيش حاجه هتواجهنا غير لما نبص لبعض ونشوف احنا شايفين احسن حل للمشكله او للموقف او وات ايفر ده قدامنا ايه. مش على فكره لما يبقى يحصل ان شاء الله انا محتاجه منك واحد واثنين وثلاثه وهو يتشرط علينا كمان، لا، احنا اثنين عايشين مع بعض وبيواجهنا مشاكل، بيواجهنا صعوبات، بيواجهنا حاجات حلوه في الحياه برضو الحمد لله. يعني يا ساره الموضوع لما كده بالحب، يعني هي مش بس بالحب، هي بالتفاهم، ان احنا الاثنين فاهمين طباع بعض، انا فاهمه هو يقدر يعمل ايه ويساعد في ايه او يشارك في ايه، وهو فاهم انا قدراتي فين وهتقف معايا فين. هي قالت بقى حاجه مهمه قوي دلوقتي، انا عارفه هو يقدر يساعد ويشارك في ايه. ايه بقى؟ محمود ما شاء الله عليه حل ترز ملهاش حل. اسالي ابنه. الله. ماشي. كمان في طبيخ في الموضوع ده، حلو. بس حل الرز بس. بس هو انا قدراتي في المطبخ بتقف عند حلة الرز. ما شاء الله، هو الرز سهل. طب وبالنسبه لسندوتش الجبنه الرومي؟ لا، ما دام ده مش جبنه رومي. ده جبنه رومي شغال ورز شغال وكوبايه شاي ومعاها معلقتين سكر برضه شغال. ايه، ما هو كله موجود يا فندم. لا بجد يا ساره، بجد ربنا يخليكوا لبعض ويحرسكوا كده من العين يا رب. امين. وان شاء الله يعني احنا بنحاول اهو، محمود معانا وبنزق الدنيا، يمكن رجاله كتير تفهم موضوع المشاركه وتفهم موضوع ان هو ما ينقصش من رجولته ابدا ابدا ان هو يساعد مراته في البيت. وادينا قاعدين عمالين يقول اهو ايدينا على كتفك يا ست. مليون في المية صح. وحاجه نصيحه بس يعني الستات، أيوة. انه احنا بنهتم قوي بالحاجه تتعمل بشكل معين بالظبط، ان الاطباق تترص في الديش واشر كلها في حته واحده، المسحوق الغسيل كمه المسحوق بالظبط، لا، احنا لو هنطلب ان حد يشاركنا في حياتنا الشخص ده ليه طريقه في الشغل كمان، فمش عشان هو ممكن ما يكونش بيعملها بنفس الربع كوبايه ما اعرفش مسحوق يتحط، لا، نديله مساحه ان هو يشارك، عشان لو كل مره قلنا والله يكفي شرف المحاوله يا ساره، يكفي شرف المحاوله جدا. ما نعقدوش بقى يعني، ما نعقدوش، ما نكلكع الامور يعني. بالظبط. شكرا، وتسلم ايديك وكتر خيرك يا حبيبي. ميرسي يا ساره، جدا مبسوطين جدا بمداخلتك لينا دي بجد، وتاكدنا اهو الحمد لله جبنا شاهد اهو، براءة شهد عليه.